هن خدفة جدران الحروب اللي يتكلم عن المرأة ومعاناتها، وبالأخص المرأة الموصلية في فترة احتلال داعش للمدينة، فترة الحرب ومعاناته المرأة، وفترة ما بعد الحرب. الكتاب ينتقد المجتمع الذي يكبت حرية المرأة، حرية المرأة في الاختيار، حرية المرأة في التعليم، حرية المرأة في أن تكون جزء من المجتمع. المتحدثة الرئيسية في الرواية بسمة، هي بسمة ترتسم على وجه كل امرأة. هي إذاعية في راديو، طبعا في راديو، وصراحة أنا اتخذت الشخصية تأثرا براديو الغد ومذيعات راديو الغد الجميلات اللي كان لهم تأثير كبير في فترة احتلال داعش للمدينة وفترة الحرب وما بعد الحرب. كان لهذا الصوت الموصلي تأثير كبير في الموصل، تأثير كان الصوت الوحيد الذي يصل إلى البيوت الموصلية في تلك الفترة. أهالي الموصل كانوا يختبئون في السراديب ومعهم المذياع ليسمعوا راديو الغد، وأين وصلت القوات الأمنية وهل تم التحرير. كل هذه غطته راديو الغد، فكان الشخصية الرئيسية تأثرا براديو الغد وإذاعي راديو الغد وما قدموه للمدينة. راديو الغد، وطن يمتد.